إذا تعاطى الأسباب في عدم الوقوع في الذنب وابتلي بالذنب فليعلم أنه ليس هناك أصدق من أن يعود إلى ربه، وأن الخيبة أن يستمر في طريقه، الخيبة يستمر في طريقه أن يقول له الشيطان أنت ما تصلح للهداية، أنت ما فيك خير، تتوب تتوب إلى متى؟ كم مرة تبت من هذا الذنب؟ يقول له أتوب وما دامت روحي في جسدي سأتوب، وتخسأ يا عدو الله. عندها يفرح الله ويقول لملائكته علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فإذا إذا كرر العبد التوبة، والعبرة أنك إذا وقعت في المعصية بانهزام أو بوجود ضعف تندم ندما شديدا وتتمنى أن أمك لم تلدك حتى تقع في هذا الذنب، تحترق من قلبك وتتوب توبة صادقة وتعقد العزم على عدم الرجوع وتستغفر. فإذا أخذت بهذه الثلاث ولو تكررت مليون مرة، ولذلك قال قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء.